أحمد بن مبكر، عضو الجامع العام للتعليم الأساسي. هذه معضلة معناها قديمة جديدة بالنسبة للمؤسسات التربوية، حتى المؤسسات اللي فيها الماء الصالح للشعراء هناك انقطاع كبير، خاصة على مستوى الداخلي انقطاع يتعدى 3 أو 4 أيام، وحاولوا أن معناها أنهم يتجاوزوه، ولكن هذه معضلة كبيرة، خاصة أنه نحن مدارسنا وليدات صغار يلزم ديما الماء موجود. عندنا مؤسسات تربوية اللي هي في الحقيقة مش مؤسسة، مدرسة ابتدائية ما زالت لم تتمتع بالشخصية القانونية والمالية، فالجمعيات التي معناها توفر لهم الماء في بعض الحالات أنهم يبقوا بأي العديد من الأيام يترقبون معناها تزويدهم بالماء الصالح للشراب عبر الجمعيات. والعدد حسب علمي أنه من خلال السنة الفارطة في حدود 400 ولا أكثر بقليل على مستوى المدارس اللي معناها تزود بماء الجمعيات، فيهاش ماء صالح للشراب. يعني أكثر من 400 مؤسسة من يمكن في الحدود هذه. وأكثر. في اتصال بحكم وزارة التربية. هذه ديما بصراحة هي معضلة كبيرة جدا. والجهود متضافره سواء من او من سلطه الاشراف لتوفير الماء الصالح للشراب بجميع المدارس التونسيه.